كافة أطياف الشعب العراقي يتحمل مسؤولية اختياراته كوزراء ويسأل عنهم وعنها. يعني عنهم منو؟ عنهم هم كحكومة واختارهم، وعنها عن الحكومة وأعمالها وأموالها. ولا تتدخل الأحزاب في ترشيح الوزراء حتى لا يجي باكر عقبه الرئيس الوزراء يقول الاحزاب رشحت، لا شيعي سخاق شيعي اخذه ناخذه، هذا حقنا نابه ناخذه. بس هو مشكلته وين؟ بالمحاصصه شيخنا، بالمحاصصه. لا تجيب لي انت رئيس حزب، عفوا عفوا عفوا، يعني ماذا اقصد احد يا اخوان، لا تجيب لي انت يا رئيس حزب فاسد او رئيس كتله فاسد كنت حافي وهسه مليونير وترشح لي واحد. وصارت عندنا شيخنا، صارت عندنا زعماء كتل جابوا محافظين ووقعوهم وجابوا وزراء، تمام لو لا وقعوهم. هاي سيارة السيد مقتدى الصدر او سيادة ما يريدوها، وهي هذا اللي وصفه سماحة السيد بحكومة الاغلبية. يعني حتى العالم يصير على بينه، مو السيد يريد الكل يشارك، ما يريد الشيخ. بالمحصلة احنا وين رايحين الان؟ لتشكيل حكومة لو عودة للبند السابع؟ ظل هذا الاصرار والتحذير الدولي. والله المستمر. والله اني بكل حب وبكل موده وان شاء الله احنا ساعين، يعني وفد راح. بعيدا عن الامنيات، المعطيات شو تقول؟ المعطيات تقول واحده من الثنين، اذا ما توافق الاخ الشيعي الاكبر احنا ذاهبين الى ناس راح تعند وعدها تقريبا تقدر تسوي اريحيه تشكل حكومه مقابل مظاهرات ساحقه في اغلب المناطق والمحافظات الشيعيه، وبالتالي راح نروح على تدخل اممي قد يحصل يا سامح الله لا سامح الله. اذا ضربت طلقه واحده بعد ما توقف الدم لي راح يصير كسر عظم، وبالتالي راح تروح للبند السابع وتدخل الجامعه الامم المتحده بطلب من الجامعه العربيه، وهذا السيناريو اللي ما حد يتكلم عنه.